الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع أجواء باردة نسبيا 15 درجة مئوية متوقعة فقط، الرطوبة 86% والرياح تكون شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها شمالا إربد تفرق لبعض الغيوم 28 إلى 17، المفرق 29 إلى 17، جرش 28 إلى 15، وعجلون 26 إلى 15. المنطقة الوسطى السلط 28 إلى 17، مأدبة 26 إلى 14، الزرقاء 29 إلى 18، وعمان 26 إلى 16، أما البحر الميت 33 إلى 22. المنطقة الجنوبية الكرك 24 إلى 14، الطفيلة 25 إلى 15، الشوبك 24 إلى 15، معان 31 إلى 18، والعقبة 34 إلى 24. المنطقة الشرقية الأزرق 33 إلى 17، الصفاوي 34 إلى 16، أما رويشد 35 إلى 20. إلى اللقاء.